محدش ينسى ابدا دوره في مسلسل رأفت الهجان، ودوره ايضا في عدد كبير جدا من الاعمال الدراميه والتلفزيونيه والسينمائيه اللي اثرت بشكل كبير جدا يا باسنت في الساحه الفنيه. النهارده هو ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد وفي اللي ولد سنه 1947، ويعتبر احد ابرز نجوم الدراما والسينما المصريه، وتميز بادائه الفريد في عدد كبير من الاعمال، وعرف ايضا بتجسيده لشخصيات متنوعه لا سيما منها الجانب التاريخي والاعمال الدينيه اللي اثرت او تركت اثر كبير لا ينسى في قلوب المشاهدين. تعالوا نشوف مزيد من المحطات في حياة محمد وفي. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير محمد وفيق، أحد أعمدة الدراما المصرية الذي ترك بصمة لا تنسى في قلوب جمهوره من خلال أدواره المميزة. ربنا سبحانه وتعالى اداني من نعمه كتير، استجاب لدعايا ورزقني بمولود وسميته زكريا، ومهما العبد شكر ربه مش هيقدر يرد كرم المولى عليه. ولد محمد وفيق في الإسكندرية عام 1947 لعائلة علمية، حيث كان والده أستاذاً جامعياً. التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهناك تعرف على نخبة من الفنانين البارزين مثل نور الشريف، مجدي وهبة، وعبد العزيز مخيون. تخرج في عام 1967 وبدأ مسيرته الفنية التي امتدت لعقود، وشارك فيها في العديد من الأعمال التي جعلته من الأسماء الخالدة في تاريخ الفن المصري. يا عمي أرجوك ابقى قول الكلام ده في الكتاب اللي بتألفه. احنا دلوقتي بنواجه حقيقة واقع، أزمة ممكن تنتهي بكارثة. ازاي تتخلى ببساطة عن دورك كزوج وتسيب مراتك أسيرة في ايدين عصابة؟ خلال مشواره الفني قدم محمد وفيق حوالي 217 عملاً متنوعاً ما بين التلفزيون والسينما والمسرح، لكنه تألق بشكل خاص في الدراما التلفزيونية، حيث كان الجمهور يتابعه بشغف في كل عمل جديد. هو معقول لنا في ده كمان؟ هقعد في البيت جنب مراتي وأنا في عزي، وأقدر أشتغل وأهد الدنيا وأبنيها، ويوصل بيا الحال نسمع خطبة طويلة عريضة من نجاهد تأنبني فيها كأنها بتأنب عيل صغير. على الصعيد السينمائي شارك في أفلام هامة مثل الرجل الذي فقد ظله، الرسالة، سعد اليتيم، والهروب. كل الصحف يا فندم، قومية ومعارضة، سابت خالص موضوع المرأة الحديدية وقصة هروبها وركزت على قضية منتصر. جاست منتصر كان عندك حق لما قلت إنها عصا موسى. اشتهر وفيق بتقديمه الأدوار التاريخية بحب وإتقان، فقد جسد شخصية طارق بن زياد في مسلسل بلاط الشهداء، وشارك في الطبري والأبطال بدور نابليون بونابرت. ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شارك فيها بوابة الحلواني، النوة، رحلة السيد أبو العلا البشري، ليالي الحلمية، خطوات الشيطان، المصروية، والقاهرة والناس، بالإضافة إلى دوره الأيقوني في مسلسل رأفت الهجان. أولاً تقارير المتابعة اللي أكدت أن هيلين سامحون كانت في حالة طبيعية جداً لحد يوم الوفاة. ثانياً رأفت نفسه، هو ده رأفت الهجان. على المستوى الشخصي تزوج الفنان محمد وفيق من الفنانة كوثر العسال ابنة خالته بعد انتظار دام 20 عاماً منذ طلاقها من الفنان عبد المنعم إبراهيم، وظل وفيق مخلصاً لحبها حتى بعد وفاتها، وتبرع بجميع مجوهراتها للمستشفيات الخيرية تقديراً لذكراها.